تواصل محكمة العدل الدولية غدا جلسات استماع حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. تأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بالحصول على فتوى قانونية من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل. ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.